طب اقبض عليك ايه؟ اقبض عليك كيف وانا لسه طالب في الشرطه؟ بس والله العظيم يا مسعد هيبقى من بختك لو خدمت في جنة، لان ساعتها مش هتعرف تمشي بسجارة الحشيش بس، لا انت حتى مش هتعرف تمشي من غير رخصه يا راجل يا مرة. انا مش بتكسف يا قبلتي.